موجز لأهم الأنباء من التناصح، أهلا بكم. ذكر مصدر عسكري للتناصح الاثنين أن محاور طويشة ووادي ربيع شهدت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش الليبي وميليشيات مجرم الحرب حفتر مدعومة بمرتزقة. وأوضح المصدر أن قوات الجيش كبدت الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد، وتمكنت من تسجيل تقدم نسبي في بعض المواقع بمحور وادي ربيع، مضيفا أن المدفعية الثقيلة للجيش وسرية الهاون استهدفت مواقع التمركزات بشكل دقيق ومباشر، تركزت بمحاور طويشة والتغار والرملة والمشروع. أصدر عمداء 35 بلدية بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي بضرورة إقالة وزير الصحة ووكيله، وعلل عمداء البلديات في اجتماع لهم سبب طلبهم إقالة الوزير ووكيله هو ما يرونه من ضعف أداء وزارة الصحة وتركز السلطة لدى الوزير. كما أمهل البيان المجلس الرئاسي 48 ساعة لتنفيذ مطالبهم، ومن بينها تسهيل الميزانية للبلديات ونقل الاختصاصات إليها، وإلا فإنهم سيوقفون كافة أشكال التعامل مع المجلس الرئاسي بحسب البيان. اجتمع وزير الصحة حميد بن عمر صباح الاثنين مع كل من وزير المالية فرج بومطاري ووزير الاقتصاد علي العساوي لبحث جائحة كورونا. وزير الصحة شدد خلال الاجتماع على أن الأزمة تتعدى وزارة الصحة وتشمل كافة الوزارات والقطاعات، ولها تبعات اقتصادية ومالية على مستوى الفرد والدولة. وتطرق الاجتماع إلى الآثار الاقتصادية للأزمة والإجراءات المالية التي ينبغي التعجيل بها، وحول دور وزارة المالية ووزارة الاقتصاد في مكافحة جائحة كورونا. أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة عن بدء وصول المياه إلى مياه النهر تدريجيا إلى شبكة مياه مدينة طرابلس والمناطق المجاورة لها صباح الاثنين بعد إعادة تشغيل الآبار ومحطات الضخ. وأوضح الجهاز عبر صفحته أن معدل التدفق وصل ل 200 ألف متر مكعب في اليوم، مع استمرار الزيادة التدريجية لمعدلة تدفق المياه والوصول للمعدلات المعتادة ليلة الاثنين. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.